الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية بيّنت خطر الشرك، هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر إذا أنت مت، ومن خطورته أنه يحبط كل الأعمال. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى في شأن أهل الشرك وأعمالهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. والنصوص في هذا كثيرة جدا. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والنصوص في هذا كثيرة جدا، لكن قد يتوارد على شخص إشكال يحتاج إلى دفع: كيف الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكيف يلتئم قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا مع قوله جل ذكره إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ والوجه الجمع يسير والحمد لله، أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا مات العبد على الشرك، أما إذا مات وقد تاب من الشرك قبل موته فالصحابة كلهم كانوا على الشرك، أو جلهم كانوا على الشرك، ولكنهم أسلموا فتابوا قبل موتهم فغفر لهم. وقد قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن تاب قبل الوفاة غفر له ما كان منه. ومنه قوله تعالى: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال في شأن النصارى الذين أله المسيح: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ فإذا مات العبد ولم يتب من الشرك لم يغفر له وحبطت كل أعماله عياذا بالله من ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا مات الشخص مشركا. ويغفر ما دون ذلك، استدل به على أن الكبائر قد تغفر كلها بإذن الله حتى ولو لم يتب منها صاحبها، فهي تحت رحمة الله وتحت مشيئة الله سبحانه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فقوله جل ذكره ويغفر ما دون ذلك دال على مغفرة جميع الذنوب بمشيئة الله. ويؤيده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. فذكر الحديث قال: فمن أصاب من ذلك شيئا يعني من الكبائر فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه.
ونحوه في حديث خمس صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله على العباد من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن ولا سجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فأصحاب الكبائر لا يكفرون بكبائرهم، وهذا منهج أهل السنة والجماعة ولا خفاء فيه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. ورد النهي عن تزكية النفس في عدة مواطن. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقد أثنى رجل على رجل عنده فأطراه، بالغ في المدح، قال: ويلك أو ويحك، قطعت عنق أخيك. قالها ثلاثا: إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل: أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. في الحديث الآخر: احثوا في وجوه المدحين التراب. فهذا عن تزكية النفس، فلا تقل أنا وأنا وتذكر مناقبك لغير حاجة. وتزكية النفس لها فقه بلا شك، أحيانا يستلزم الأمر بيان بعض محاسن الشخص لدرء شبهة ولدرء فتنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنيا على أبي بكر: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله عنه. وقال عن عمر: فلم أرث عبقريا يفري فريه. وقال: إن الشيطان لا يفر منك يا ابن الخطاب. قال في شأن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ قال في شأن علي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فهذا في معرض الثناء على الآخرين. والباب واسع، الباب واسع في هذه المسألة. قوله تعالى أو قول عثمان أيضا عن نفسه: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب رسول الله. وفي الحصار حين حوصر وأرادوا قتله، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزت بثلاثمائة بعير بحمائلها من خالص مالي؟ قال: اللهم نعم. قال: لم يقل الرسول: من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها من خالص مالي؟ قال: اللهم نعم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا مسست ذكري بيميني منذ أسلمت، ولا قتلت نفسا حتى أقتل بها، ولا ارتددت عن ديني طرفة عين، فبما يقتلونني؟ الشاهد أنه أثنى على نفسه، وإن كان الحديث يحسن بالطرق، لعلة وهي دفع القتل عن نفسه. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وقوله فلا تزكوا أنفسكم تحتمل معنيين: تحتمل ثناء الشخص على نفسه، تحتمل ثناء الشخص على إخوانه
لأن للملة الواحدة نفس واحدة. والمعني هنا على رأي جمهور المفسرين اليهود والنصارى، وخاصة اليهود، وصورة تزكيتهم لأنفسهم أنهم كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ولما سألهم النبي من أهل النار قالوا يا محمد نمكث فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها، قال كذبتم والله لن نخلفكم فيها أبدا. فاليهود كانوا مشهورين بالثناء على أنفسهم، ولم يزالوا كبرا وتعاليا مع إفسادهم التام في الأرض، مع إفسادهم في الأرض لم يزالوا إلى الآن يزكون أنفسهم ويصفون أنفسهم بأنهم شعب الله المختار. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، في معرض ذنب المزكين لأنفسهم، فكيف يلتئم هذا مع قول الله تعالى مع قول الرسول عذرا اللهم آتي نفسي تقواها زكاها وأنت خير من زكاها. تزكية النفس هنا معنى تطهير، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، تزكيتها تطهيرها من العيوب واللوث والوسخ الذي بها والذنوب التي بها. فالتزكية في قوله تعالى في سورة الشمس قد أفلح من زكاها، أي من طهرها ونقاها وخلصها من الذنوب والآثام وأزال عنها الوسخ. أما التزكية هنا فبمعنى الثناء، ولا يخفى عليكم أن الكلمة الواحدة تتعدد معانيها ويؤخذ معناها من السياق الذي وردت فيه، وهذا كثير جدا في القرآن، والبعض يسميه الأشباه والنظائر. مثلا قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، والنبي نهى عن التبتل، لكن التبتل هنا غير التبتل هنا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، العدل هنا غير العدل هنا، وهذا كثيرا. قال تعالى ولكن ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، لا يبخسون قدر الفتيل من حقوقهم. ونواة التمرة فيها ثلاث آيات على رأي عدد كبير من المفسرين، الفتيل والنقير والقطمير، كلها في نواة التمرة. الفتيل على رأي عدد الفتلة الخفيفة التي بين فلقتين نواة الخيط الأبيض، والنقير نقطة على ظهر أي نواة سوداء صغيرة، والقطمير الغشاء الرقيق الذي يحيط بالنواة. هذا على الأشهر، وإلا فثمة أقوال أخرى في الفتيل، وهو الفتيل الوسخ الذي إذا فرقت أصابعك خرج وسخ مفتول خفيف، فهذا الفتيل على قول من الأقوال. ولا يظلمون فتيلا، وفي الآية الأخرى ولا يظلمون نقيرا. قال تعالى بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، أي لا يبخسون من حقهم قدر الفتيل. انظر كيف يفترون على الله الكذب لما زعموا أنهم أولياء الله وأحباؤه، زعموا أنهم أولياء الله وأحباؤه. قال تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب، وفي الآية الأخرى الرد عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، أي إثما مظهرا لأنهم أثم ظلمة. فالمبين الموضح المظهر، كلمة مبين
الموضح المظهر، ومنه لقد رآه بالأفق المبين، الآفاق اتجاه السماء، منها آفاق تطلع منها الشمس، هي الاتجاهات الموضحة للأشياء. فيقول تعالى ولقد رآه بالأفق المبين المظهر الموضح للأشياء. فكذبوهم هذا مبين لافترائهم ودعاوهم الباطلة، وكفى به إثما مبينا. وهو أعظم ذنب أن تكذب على الله، من أعظم الذنب، بل أكبرها الكذب على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآيات. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهم اليهود هنا أوتوا التوراة، يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد أعل بالإرسال، أن كعب بن الأشرف وكان سيد اليهود بالمدينة وكان من علمائهم بالمدينة، ذهب إلى مكة يستثير أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهيجهم ويتآمر معهم على النبي عليه الصلاة والسلام. فسأله كبار رجالها وصناديد الكفر، قالوا أنت سيد أهل المدينة، أنت سيد اليهود بالمدينة وأعلمهم. قال نعم. قالوا نحن أحق أو نحن على الحق أم محمد على الحق؟ قال بل أنتم على الحق. فشهد شهادة زور، جعل الذين يعبدون الصنم والوثن أحق من الذين يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. هذا الأثر أعل بالإرسال، وجنح بعض العلماء إلى تصحيح السند، وقال آخرون بل الأولى الإرسال والأمر قريب. فتفسير ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم اليهود أوتوا نصيبا من التوراة، يؤمنون بالجبت والطاغوت. تعددت أقوال العلماء في الجبت والطاغوت، فمنهم من قال إن الجبت الساحر والطاغوت الكاهن، ومنهم من قال إن الجبت كعب بن الأشرف والطاغوت عالم آخر من علماء اليهود. وتعددت الأقوال في الجبت، ومن العلماء من يقول الطاغوت الشيطان، الجبت الأصنام، عدة أقوال كلها تنصب على أن الجبت والطاغوت الإيمان بهما كفر والعياذ بالله، سواء كانوا رجالا أو شياطين أو جنا أو إنسا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أقول فعلى قول من الأقوال: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت على قول يؤمنون بالسحر والكهانة على قول يؤمنون بالشياطين والسحرة وعلى قول يؤمنون بكبرائهم الجبت كعب بن الأشرف والطاغوت أبو رافع أو غير ذلك، وكلها أقوال محتملة. لكن من أبطل الباطل وأكذب الكذب ما يصنعه الشيعة البعداء البغضاء، فيقولون الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر وحاشاهما، ولا يستحي أحدهم من ذكر ذلك. وكيف يؤمن اليهود الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، كيف يؤمنون بأبي بكر وعمر؟ كيف يتأتى ذلك؟ ولكن كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وجعلوا قاتلهم الله عن الشيعة البعداء البغضاء من دعوتهم اليومية ومن جيرانهم اليومي لعن الشيخين أبا بكر وعمر، لعن الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ولعن ابنتيهما. فدوما من أذكارهم اليومية: اللهم لعن جبت قريش وطاغوتيهما وابنتيهما، ويعنون وحاش الصحابة الكرام ذلك، يعنون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة، يوميا يفعلون ذلك عياذا بالله. فالنظم لا يسمح أبدا، لأن اليهود لم يكونوا يؤمنوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعائشة ولا بحفصة. وليس هذا من غرائب الشيعة وعجائبهم وافتراءاتهم، فإن كتبهم مليئة بمثل هذه التخاريف. في بعضها: مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة هما البحران، ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان حسن وحسين. أمن خرافاتهم تفسيرهم لقوله تعالى: وجعلنا لهم لسان صدق عليا يقولون هو علي ابن أبي طالب، إلى غير ذلك من الترهات والخرافات. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهل أبو بكر وعمر يقولون؟ هل كيف يتأتى؟ ما أفهم يعني كيف يتأتى أن اليهود يؤمنون بأبي بكر وعمر؟ عياذا بالله من السخافات. قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله، القائلون بذلك المؤمنون بالجبت والطاغوت أولئك الذين لعنهم الله، طردهم الله من رحمته. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ونعوذ بالله من لعنة الله، ونعوذ بالله من غضب الله. قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك، أي ألهم نصيب من الملك، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. إذا كانوا هم الذين يقسمون الأرزاق، ما أعطوا الناس ولو قدر النقير لبخلهم. أم لهم نصيب من الملك، فإذا كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس قدر النقير، لوصفهم بالبخل الشديد. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل، وأي داء أدوى من البخل، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ هنا من العلماء من قال: أم بمعنى بل، فيكون المعنى الثاني: بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفرقة قالت إنها على الاستفهام كظاهرها، والمراد بالناس هنا وإن كانت عامة العرب. فاليهود حسدوا العرب لما آتاهم الله من فضله ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منهم. فكان اليهود يتوقعون أن يكون النبي
المرسل الخاتم من بني إسرائيل، لأن النبوة كانت فيهم من لدن يعقوب عليه السلام في غالب الأمر، كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقب إبراهيم. إسحاق ويعقوب وإسماعيل كان عليه السلام، ما كان منه أنبياء إلا الرسول محمد، فكانوا يتوقعون أن يكون النبي الذي سيبعث منهم من بني إسرائيل، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا بهذا، فيقولون: سيخرج نبي عما قريب نتبعوه فنقتلكم نحن، وهو قتل عاد إرم. فلما بعث النبي محمد كفروا به، وصدقه الكفار الذين هم الأوس والخزرج. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذا كنتم حسدتم العرب على أن من الله عليهم وشرفهم ببعثة النبي محمد منهم، كما قال الله للعرب في شأن العرب: وإنه لذكر لك ولقومك، القرآن شرف لك يا رسول الله وشرف لقومك أن تبعث فيهم وأنزل عليك القرآن. فيا يهود، إذا كنتم تحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتيناكم أنتم يا آل إبراهيم الكتاب، الكتب متعددة، التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك، والحكمة، وآتيناهم وأنتم منهم يا آل إبراهيم يا بني إسرائيل ملكا عظيما، فهل آمنتم بذلك؟ جاءكم موسى ما آمنتم به، جاءكم داود ما آمنتم به، جاءكم سليمان ما آمنتم به، جاءكم زكريا فقتلتموه، جاءكم يحيى فقتلتموه، جاءكم عيسى عليه السلام فأردتم قتله وصلبه ولكن الله سلم، هل انتفعتم بشيء من هدي الأنبياء الذين أرسلوا منكم؟ كلا، ما استفادوا بشيء من ذلك. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، كالملك الذي أوتاه سليمان عليه السلام. أوتى سليمان ملك ما أوتاه أحد من بعده، ومع ذلك كفروا سليمان وقالوا سليمان كافر وكان يحكم الناس بالشعوذة والسحر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فما آمنتم به ولا انتفعتم به، كفرتم الأنبياء وما انتفعتم بهم أبدا. قال تعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا، هي التي تكفيهم جهنم، هؤلاء لا يكفيهم حتى الضرب على الرقاب بالسيوف، إنما تكفيهم جهنم، كفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وكان الله عزيزا، إن الله كان عزيزا حكيما، عزيزا غالبا حكيما فيما يفعل، فلا تقل لماذا يفعل الله بهم ذلك، الله حكيم فيما يشرع فليس لك أن تتدخل. لماذا ختمت الآية بالعزيز ومن معاني العزيز الغالب؟ لأن الله لن يغلبه أحد، فهو قادر عليهم سبحانه وتعالى. الآية إحدى الاستدلالات على القائلين بفناء النار. هناك فئة شذت في تاريخ الإسلام تقول بأن النار تفنى، وينقل هذا، وإن ثبت النقل فهو من المأخوذ على ابن تيمية رحمه الله وعلى تلميذه ابن القيم رحمه الله، وينقل هذا عن مجاهد ابن جبر رحمه الله، وكل هؤلاء إن ثبت عنهم ذلك القول فهم مجانبون للأدلة ومجانبون لنهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وذلك أن الله قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وقال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقال تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوضع
على قنطرة بين الجنة والنار، ثم ينادى: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون يقولون: نعم نعرف هذا الموت. ينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ يقول: نعم هذا الموت. فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم تلا النبي الآية: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالنار لا تفنى، والنصوص تكذب من قال بفنائها، نص يتلوه نص يتلوه نص، عشرات النصوص. أما استدلالهم بقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، يقولون بعد الأحقاب فناء، فلو تدبروا الآيات ما وجدوا فيها بغيتهم، فإن الله قال: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إلى قول: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وكذلك قول أو استدلالهم بقوله تعالى في شأن النار: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، بيّن الله أنه شاء أن يخلدوا في النار، على أن من العلماء من قال هي في نار الموحدين، يعني الاستدلال الأخير. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار لبن، أنهار خمر، أنهار عسل مصفى، أنهار من ماء غير آس كما بين، فضلا عن أنهار الجنة الأخرى النيل والفرات وسيحان وجيحان، أنهار الجنة نهران ظاهران ونهران باطنان، ونهر الحياة وأنهار أخر. قال تعالى: لهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من الحيض، مطهرة من النفاس، مطهرة من البزاق، مطهرة من المخاط، مطهرة من الغل، مطهرة من الحسد، مطهرة من كل ما يشينها، مطهرة من كل ما يشينها، من كل ما يعيبها ظاهرا وباطنا. وندخلهم ظلا ظليلا، وندخلهم ظلا ظليلا. كم الأزواج؟ قال بعض أهل العلم إن الأزواج زوجتان من حور العين، والأظهر أنها لا يعلم عددهم إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: الخيمة درة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يراهم الآخرون. وفي الحديث الآخر: يزوج 72 من حور العين. أما حديث أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وفيه لكل امرئ منهم زوجتان يرى مخس وقيمة من وراء اللحم من الحسن، فذا لا يعد نصا في أنه لا زيادة على ذلك، والله أعلم. قال تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا. فهنا أفادت الآية الكريمة أن أهل الإيمان والعمل الصالح عموما يدخلون ظلا ظليلا. وثمة ظل آخر خاص، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإن كان من العلماء من حمل الأخير على وقت دنو الشمس من اقتراب من رؤوس الخلائق، وحمل هذه على المعيشة الدائمة، على المعيشة الدائمة. ونحوه: من أنذر معسرا أظل أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمن العلماء من حمل هذا على الموقف العسير الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق، وحمل الأخيرة هذه على المعيشة الدائمة في الجنان. وندخلهم ظلا ظليلا، قيد الظل بأنه يظل ويكن من الحر، لأن أقواما كما قال الله في شأنهم: لا ظليل ولا يغني من اللهب. في أقوام لهم ظل لكن لا ظليل ولا يغني، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، عياذا بالله من ذلك. هذا وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها
مئة عام لا يقطعها. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم. الله يبارك فيكم.